صيفنا حار، أهلنا الأول ما كانوا يشغلون المكيفات ولا عندهم، لكن كانوا ينامون فوق الأسطوح، وإذا صار الهواء بارد نزلوا تحت العريش ولا بالليوان ناموا. ضيفنا اليوم الباحث في التراث اللي بيسولف عن أهل أول، عن حياتهم، شلون عاشوها، شلون تحملوها، شلون تكيفوا معاها. كل هذا بتسمعونه مع ضيفنا. حياك الله معانا الباحث الله بالتراث. يحييك، بارك الله فيك. الله يحفظك عم محمد البكر، حياك الله. هذه الساعة المباركة الله يحييك بارك فيك اللي تكون معانا ببرنامجنا كنوز من الماضي. اليوم يطول لي عمرك نبي نسولف وياك، نبي نروح حق نعم. ايام عشتها مرت عليك ذيك الايام، الحمد لله. يعني بين اهل الكويت إذا بنحكي عنهم بنقول عن بيوتهم ما نخلص ما نخلص. نعم، طيبتهم وطيرتهم، يعني أشياء كثيرة ما تحصى. يعني شو نتكلم عن الجيرة، عن الصحبة، عن يعني حتى عن صبيان بالفريج. بس أنا ودي أنوه أو أتكلم عن الفصول الآن. نعم. إحنا يعني في الزمن هذا ما نعرف إلا الصيف والشتاء بس. بلى. الخريف والربيع هذا انتهى يعني. نعم. ما عاد يعني إحنا مثلاً قبل صار الصيف نمنا فوق السطوح. الله. اللي صار يعني افتح الوقت دلق سهيل شهر ثمانية آخر ثمانية نزلنا بالعرشات، يعني يا نام بعريش يا نام الليوان، يعني الليوان اللي عنده ليوان عنده ينام في الليوان. بعدين بلشت ندش الدور، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادخلوا باللحاف واخرجوا بالمهاف. يعني قبل لو نحر بس نتحمل، مو مثل الحين. يعني الحين هالمكيفات هذه، يعني انا دائما اردد واقول انه يعني لما تقعد في درجه حراره 20 وتطلع تنصدم في 40 او 50، طبعا تحس بحر. يعني مو مثل اجواء انا قبل، تنقل من السطح الى الحوش، من الحوش الى الليوان، من الليوان الى الدور. نعم. يعني ما مر المراحل مراحل. يعني نعرف ان هذا مثلا صفري، وهذا اللي احنا قبل نسميه صفري، الخريف نسميه صفري. نعم. اي وقت صفري ننزل من السطوح، ووقت ونسمع حس الطيور وقت عبورهم او هجرتهم. احنا ما قبل نسميها هجره. نعم. نقول نزل الطيور. أيه. نزل من قبل. احنا تنزل من السماء. أيه. يعني ما مثل ما قال رب العالمين وانزلنا عليهم المن والسلوى. نعم. فالسلوى هي طير السمان، او طير احنا نسميه طير الفريره، نسميها فريره. الحين يسمونها سلو. نعم. طيور السلو او السمان. احنا ما نقول السمان ولا نقول هذا، نقول فريره، لانها تفر. لو وصلتها انت تمشي ما تاخذ لها فرت من قدامك. انزين. اي في البر ولا في هذا لابده من خشه. الى هذا ما تاخذ لها فرت، فنسميها فريره. لأنها تفر من قدام الواحد اللي يمشي. ونحكينا عن سمرجان قبل، وسكيك قبل، وبيوت قبل، وناس عايشين قبل تزورون ويتجمعون عند مثلا واحدة من إيرانهم تسوي لهم شاي الضحى. لازم هذا بعد شاي الضحى عند العيوز قاعده بالليوان، ولا معروض اللي هو المكسرات يسوون معروض قبل. اي القروضات اي حطوا المعروض يسمونه معروض قبل. اي هذا حط يا مع حب رقي ولا حب قرع هذا اللي عندهم وعليه عليهم. يعني البستق هذا او الفستق يسمونه بستق. اي والبيذان هذا قبل تقول صمبي. يعني لازم بطل يد الهاون يلا تكسره، مو مثل الحين هذا الفشي هذا
تعلته مع 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 قشورة، يعني أشياء وايدة كذا عن عن قبل، يعني قبل مثلا الأم ما تدافع عن ولدها كثر ما تدافع عن ولد جيرانها. صح صح. يعني مثلا تلعب ويا يا صاحبك وباقي دواني دوامتك ولا تيلك ونحاش ولحقته، أم ما تقول لك داش علينا يعني بطق ولدنا ولا دي. لا تقول لك أنا أوريك فيه. أنا أوريك فيه. أنا أعلمك. لا خلي أنا أخذ حقي. يعني تاجر برد شبده. يعني مو مثل الحين لهذا مخافر وشكاوي دعاوي. بعد ما يمتوى عسى الله يشفع لهم، يعني تقول حق الولد هالحكي عشان تبرد شبده. قبل تقول ما تبي متزعلون، ما تبي تزعلون ولا تبي تزعل ولد اليران. يعني تزعل ولدها ما يخالف تاخذ. يعني لدرجة أنا عندنا صبي قبل صبي يلعب ويانا، يعني مع وما تاخذ الا خمط تيلي ونحاش وراح لبدور امي. امي تقول لي هذا فقير مسكين هذا تيله في يمه خمط تيلي ونحاش. ما عليه خلي تدافع عن الصبي ما تدافع عني، يعني لان ولدها تدري ولدها يعني غلاطك موجوده. يعني تقول لي هذا فقير مساكين يعني مقرب متغرب عن اهله وعن هذا. صحيح. فمثل اليتيم يعني حتى الصبيان قبل لهم شان يعني أكيد. إيه. الرحمة موجودة في قلوبهم يعني دائما. أسأل الله يحفظك إن شاء الله يا ربي. هذا يعني الحين تحكي عن الجيرة على قولتهم قبل بينهم الفرية بعد والنقبة. الفرية الفرية اللي هي بدون باب. نعم. النقوة. إيه؟ النقبة بدون باب. إيه؟ النقبة يعني نقب أو فتحة بالجدار. أمبلا. ما لها باب. بس أيه. الفرية لأن قال افري الباب يعني بطل الباب. أيه. انفراج يعني ينفرج الباب. فالفرية اللي لها باب واللي أيه. والنقبة اللي ما لها باب. أيه. أيه. هذه وتكون بالحوش يمكن مع الحوش بالحوش ولا الحوش الثاني. الثاني يعني يدخلون اليران على إيرانهم من الفرية يعني من النقبة من الفرية يسولفون ويا بعض الحريم. ما يطلعون لشارع. ماكو حرج يعني صار. قبل على ما قال قناية المنات اللي يقول يا حلو بيت أبي كله دلع دلع يعني كله مبطل. مبطل. أول ما يسكون ببانهم ماكو حرامية إلا صلوا العشاء خلاص سكوا البيبان. أكيد أكيد. صلى الأشياء أي بس سرى الأبو. نعم. إحنا الحين كذي على هالسالفة هذه وسرى الأبو ترى إحنا بعد فقرتنا خلصت يا أبو جهاد. لكن أكيد الحديث معاك إن شاء الله مطول بحلقات ثانية بإذن الله. إن شاء الله. ابتدي نقول حق مشاهدينا إن شاء الله راح نستكمل الحديث مع أبو جهاد وخليكم قاعدين عندنا القطاوي. وصلنا حق فقرة اليوم وهي القطاوي واللي هي الغاز. وبنذكركم بغطاية الحلقة السابقة واللي قلناها يحمل أثقل الأحمال وما يحمل إبرة. منو هذا اللي يتحمل يشيل الثقل كله بس هالإبرة هذه ما يقدر عليها؟ أكيد أنتوا عرفتوا الإجابة لأن الإجابة هي البحر. الحين بقول لكم مغطاية جديدة وهالقطاية تقول أم جمانة ظلموها الأحباب من كثرة منافعها حطوها يم الباب. أم جمانة ظلموها الأحباب من كثر منافعها حطوها يم الباب. شتها قول الحل. طبعا هالقطاية هذه طبعا عبر الأزمنة تنضاف لها قطايات جديدة يعني. فهذه قطاية من القطاوي اللي عندنا ويريت تدورون عليها تبحثون وأكيد بتعرفون الإجابة. ولذاك الوقت ننطركم بحلقتنا الجاية. الحين أقول لكم مع السلامة.